قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. دية الأنف إذا أوعب جدعا يعني استكمل قطعا، الدية كاملة يعني 100 من الإبل إذا كان ذكرا حرا مسلما. وفي اللسان الدية، أيضا اللسان فيه الدية كاملة. وهكذا الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة قياسا على المنصوص، لأن الأنف الإنسان له أنف واحد، له لسان واحد، وفيهما الدية، في كل واحد منهما الدية كاملة كما نطق بذلك الحديث. قال: وفي الشفتين الدية. الشفة الواحدة فيها نصف الدية، وبناء على ذلك قال الفقهاء: كل ما في الإنسان منه شيئان ففي الواحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة قياسا على المنصوص. وفي الذكر الدية، يعني إذا قطع ذكره ففيه الدية كاملة. وفي البيضتين الدية، المراد بالبيضتين يعني الخصيتين، فيهما الدية كاملة، وفي الخصية الواحدة نصف الدية بناء على ما تقدم. وفي الصلب الدية، الصلب هو الظهر والعمود الفقري. وفي العينين الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية كما تقدم، وفي الرجل الواحدة نصف الدية